انزلي. عارفة المكان ده؟ ده المكان اللي دفنت فيه أخوك. وقتيها زعلت عليه، لكن دلوقتي لا. حد فينك جاره، عشان واضح إنكم متوحشين بعض. إنت عاوزة تضحكي على عبد الجبار يا بنت؟ عبد الجبار رجال بشنبات بيعملوا حسابه. عاوزة تضحك عليه؟ اقتلني يا عبد الجبار عشان اخلص منك ومن عيلتك النحس. عايز تشوف خوف في عيني؟ مش هنقولها لك. ده بعدك انس. دلوقتي بس هاخد طربون. والخوف بيجيب خوف. انا شاهد معاك انه دفاع عن النفس.